وهران بتوقيت السينما صلاة أمس، وصناع السينما المشاركون في مختلف مسابقات الأفلام كانوا ينتظرون توقيت فتح الظروف، كما حدث للمخرجة المصرية هالة خليل التي فازت بالجائزة الكبرى. سعيدة للفيلم، سعيدة لكل فريق العمل، سعيدة لشركة الإنتاج اللي تحمست، سعيدة لمصر إنها أخذت 4 جوائز مهمة في المسابقة التسجيلية، والرواية القصيرة والرواية الطويلة، يعني أكيد لازم أكون سعيدة أوي. نجراوش يكون كلش هذا هو الفيلم الجزائري الذي رشحه الكثير من المتتبعين للفن السابع، الذين انتظروا أن يشرب الوهر الذهبي من بئر لطفي بوشوشي. عليها برا خارج تشرب. On est très heureuse pour Lotfi Bouchouchi, pour le Bir, pour toute l'équipe. C'est un film fait en Algérie par un réalisateur amoureux du cinéma et qu'il ait le prix à Oran aujourd'hui après avoir eu plein de prix à l'étranger, c'est le prix le merveilleux, le plus. Voilà. نصيب الجزائري كان أيضا مع فيلم فراس رومبوا الذي حصد الجائزة الكبرى في مسابقة الأفلام الوثائقية، بالإضافة إلى فيلم قنديل البحر المتوج بجائزة لجنة التحكيم الخاصة بالأفلام القصيرة. السينما التونسية تحصلت على تنويه خاص عن الفيلم القصير غسرة. شيخ علي بيان سور فرحان ياسر بالتتويج هذايا، وهران اول مره نجيها، اول مره نجي الجزائر، واول مره نروح ما نروحش يديا فارغه، دونك سيدي جا بامال. العراق كان لها ايضا نصيب في المنصه، حيث فاز فيلم صمت الراعي على تنويه خاص من قبل لجنة التحكيم. السينما العراقية تحبو، العراق يمضي نحو صناعة سينما حديثة تعبر عن آلامه. في وهران احنا سعداء جدا انه لجنة التحكيم وإدارة المهرجان تعطي فرصة حقيقية للسينما العراقية في ان تتواصل. تتويج السينما المغربية في وهران اصبح امرا محسوما نظرا لمستوى صناعة الفن السابع عندهم، حيث جاء سعيد خلاف من مسافة ميل ليتوج في مهرجان كان يمكن أن يتوج فيه حتى ولو بدون حذاء. جائزة لجنة التحكيم هي جائزة جد جد مهمة بالنسبة للمخرج، وخصوصا اللجنة هذه كيترأسها أستاذ كبير محمد مالاس من سوريا، هذه غيبقى شي حاجة غنفتخر بها طول حياتي. الجوائز هي خيارات لجنة التحكيم، لكن صناع السينما يعترفون قائلين جائزتنا هي لما يصفق الجمهور الوهراني ويقول برافو برافو برافو.